لا 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 لا. واسمع يا تهاني باسم عبد العزيز، له محبه وله قدر ومكان عزيز. الله يجعل حياته على السعاده تحيز، حاز على الهندسه في ظرف وقت وجيز. آل غرسه على الترحيب واهل الجمايل، ما يسر الديار الا مطالقها. ايوه يا لا 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 لا، ما يسر الديار الا مطالقها.
مرحبا ترحيب ما له وصف، مرحبا عندما خط القلم بالحروف، مرحبا عند جار الله ميتان ولوف، والله انه زعيما في المواقف شغوف. لا لا لا.
أبو إبراهيم فالجودات ما له مثيل، يقدم ويجمل ولا يعرف المستحيل، لو تميل النوايف ثابت ما يميل، قال غرسه محل الضيف وأهل الجميل.
التهاني بسمع عبد العزيز له محبه وله قدر ومكان العزيز الله يجعل حياته على السعاده تحيز حاز على الهندسه في ظرف وقت وجيز على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها عزوه عبد العزيز اربع رجال ثقال ابراهيم ابن جار الله حميد الخصال وفهد فالكرم والطيب مضرب مثال ومحمد وخالد مثل صم الجبال على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها النسب والعنو واخذتها من سعد ابو عبد الله رمز من رجال السعد واهل عساكم دائما فالوجود يا رجال الوفا من تنبع حاجات شهود ما تلقى فالمدان الا كرامه وجود صيتكم بين خلق الله ما له حدود على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها طلبت الله تبدا قبل نظم الكلام شغوف على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ومحمد بجنب اخوه دايم يسر محزم اخوه في وقت اليسر والعسر والله انه يقول اخوي مثل البصر يبدي في ولا ينقصر على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ابو ابراهيم في الجودات ما له مثيل يقدم ويجمل ولا يعرف المستحيل لو تميل النوايف ثابت ما يميل على غرسه محمد
واخذتها من سعد ابو عبد الله رمز من رجال السعد واهل قرية حواله قربة ولا بعد الرجال الذي في كل موقف تعد على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا غرس عساكم دائما في الوجود يا رجال الوفا من تنبع حاجات شهود ما تلقى في المدان الا كرامه وجود صيتكم بين خلق الله ما له حدود على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها طلبة الله تبدى قبل نظم الكلام والصلاة النبي المختار سيد الانام وبعدها على الحضارة ميات سلام وعلى الحفلة واللي فيها واهل المقام على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها الهدوء والهدوء والليل دوبه بدا دوب الافكار يا حضارة تتوردا عند غامد وغامد يلطمون العدا غامد ابطال ما فيهم من اهل الردى على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها مرحبا مرحبا ترحيب ما له وصف مرحبا عندما خط القلم بالحروف مرحبا عند جار الله ميات ولوف والله انه زعيما في المواقف شغوف على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ومحمد بجنب اخوه دايم يسر محزم اخوه في وقت اليسر والعسر والله انه يقول اخوي مثل البصر يبدي في كل ميقاف ولا ينقصر على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ابو ابراهيم جودات ما له مثيل يقدم ويجمل ولا يعرف المستحيل لو تميل النوايف ثابت ما يميل على غرسه محل الضيف واهل الجميل على غرسه على الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها الله 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 واسميات التهاني بسمع عبد العزيز له محبة وله قدر ومكان وجيز على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها عزوة عبد العزيز اربع رجال ثقال ابراهيم ابن جار الله حميد الخصال وفهد فالكرم والطيب مضرب مثال مثل صم الجبال على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها النسب والعنو اخذتها من سعد ابو عبد الله رمز من رجال
بحزم أخوه في وقت اليسر والعسر، والله أنه يقول أخوي مثل البصر، يبدي في كل ميقاف ولا ينقصر. محزم أخوه في وقت اليسر والعسر، والله أنه
غزوة عبد العزيز أربع رجال ثقال إبراهيم ابن جار الله حميد الخصال وفهد فالكرم والطيب مضرب مثال ومحمد وخالد مثل صم الجبال وجيز على غرسه هل الترحيب واهل الجمايل ما يسر
العنب والغنو واخذتها من سعد ابو عبد الله رمز من رجال السعد واهل قرية حواله قرب ولا بعد الرجال الذي في كل موقف تعد آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا غرس عساكم دائما في الوجود يا رجال الوفا من تنبع حاجات شهود ما تلقى في المدان الا كرامه وجود صيتكم بين خلق الله ما له حدود آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها طلبت الله تبدأ قبل نظم الكلام والصلاة النبي المختار سيدا لنا وبعدها على الحضر ميات سلام وعلى الحفلة واللي فيها واهل المقام آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها الليل دوبه بدا دوب الافكار يا حضارة تتوردا عند غامد وغامد يلطمون العدا غامد ابطال ما فيهم من اهل الردا آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها مرحبا مرحبا ترحيب ما له وصف مرحبا عندما خط القلم بالحروف مرحبا عند جار الله ميات ولوف والله انه زعيما في المواقف شغوف آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ومحمد بجنب اخوه دايم يسر محزم اخوه في وقت اليسر والعسر والله انه يقول اخوي مثل البصر يبدي في كل ميقاف ولا ينقصر آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها ابو ابراهيم في الجودات ما له مثيل يقدم ويجمل ولا يعرف المستحيل لو تميل النوايف ثابت ما يميل الضيف واهل الجميل آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها الله 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 واسمع يا تهاني بسمع عبد العزيز له محبه وله قدر ومكان عزيز الله يجعل على السعادة تحيز حاز على الهندسة في ظرف وقت وجيز آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها عزوة عبد العزيز اربع رجال ثقال ابراهيم ابن جار الله حميد الخصال وفهد فالكرم والطيب مضرب مثال ومحمد وخالد مثل صم الجبال آل غرس اهل الترحيب واهل الجماي ما يسر الديار الا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطاليقها النسب والعنو واخذتها من سعد ابو عبد الله رمز
جلال سعد واهل قريات حواله قربه ولا بعد الرجال الذي في كل موقف تعد على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسر الديار الا مطالقها يا لا 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 ما يسر الديار الا مطالقها يا لا غرس عساكم دائما في الوجود يا رجال الوفا من تنبع حاجات شهود ما تلقى في المدان الا كرامه وجود صيتكم بين خلق الله ما له حدود على غرس اهل الترحيب واهل الجمايل ما يسرد لا 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 واسمع يا تهاني باسم عبد العزيز له محبه وله قدر ومكان عزيز الله يجعل حياته على السعاده تحيز حاز على الهندسه في ظرف وقت وجيز على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار إلا مطالقها أيوة يا لا 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 ما يسر الديار إلا مطالقها على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل
الوقوف على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار لا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار لا مطاليقها ومحمد بجنب أخوه دايم يسر محزم أخوه في وقت اليسر والعسر والله أنه يقول أخوي مثل البصر يبدي في كل ميقاف ولا ينقصر على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار لا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار لا مطاليقها أبو إبراهيم فالجودات ما له مثيل يقدم ويجمل ولا يعرف المستحيل لو تميل النوايف ثابت ما يميل وعلى غرسه محل الضيف وأهل الجميل على غرسه أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار لا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار لا مطاليقها الله 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 واسمع يا تهاني بسمع عبد العزيز له محبة على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار لا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار لا مطاليقها عزوة عبد العزيز أربع رجال ثقال إبراهيم ابن جار الله حميد الخصال وفهد فالكرم والطيب مضرب مثال مثل صم الجبال على غرس أهل الترحيب وأهل الجمايل ما يسر الديار لا مطاليقها يا لا 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 ما يسر الديار لا مطاليقها النسب والعنو أخذتها من سعد أبو عبد الله رمز من رجال السعد وأهل قرية حواله قربة ولا
رسميات التهاني باسم عبد العزيز، له محبة وله قدر ومكان عزيز، الله يجعل حياته على السعادة تحيز، حاز على الهندسة في ظرف وقت وجيز. طلبت الله تبدأ قبل نظمه
طلبت الله تبدأ قبل نظم الكلام والصلاة عنا
مرحبا مرحبا ترحيبا ما له وصف، مرحبا عندما خط القلم بالحروف، مرحبا عند جار الله مياتين ولوف، والله انه زعيما فالمواقف شغوف. خذتها ما